اللي بيحصل الحقيقة في موضوع سد النهضة اللي السيسي ورط مصر فيه في 2015، وراح سلم النيل تسليم أهالي على طبق من فضة لأثيوبيا أو طبق من ذهب لأثيوبيا. النهاردة أثيوبيا بعد ما قررت خلاص أو السد انتهى يعني وخلاص الملء الخامس بيخلص، بعتت شكوى لمجلس الأمن ردا على رسالة السيسي للمجلس، وقالت إن مصر ملهاش حق في النيل، وإنها أثيوبيا أو مصر أثيوبيا بتقول كده على مصر متمسكة باتفاقيات استعمارية وبتستعرض القوة علينا، وإحنا مستعدين للتفاوض لو مصر عايزة تفاوض. وده اللي قاله موقع المنصة في الخبر ده. أثيوبيا تتهم مصر بالتهديد باستخدام القوة وتزعم استعدادها للتفاوض بشأن سد النهضة. وطبعا أثيوبيا بتقول إنها مستعدة للتفاوض لأنها جرجرتنا 10 سنين في التفاوض ده وما قدموش حاجة فيه ولا اتحلت الأزمة. هي عارفة أو واخدة على حكاية المفاوضات، وعارفة إن المفاوضات ذريعة عشان تستهلك الوقت وتدي للسيسي ورقة توت يداري بيها عورة توقيعه على اتفاق المبادئ. لكن الواقع إن أثيوبيا عملت مناورات عسكرية على الحدود مع الصومال، الهدف منها إنها تقول إننا قادرين نحافظ على بلدنا، وده اللي قالته الجزيرة بشكل واضح في الخبر ده. الجيش الأثيوبي يبدأ تدريبات عسكرية واسعة شرقي البلاد بمشاركة سلاح المدرعات وفرقة الآليات الميكانيكية في ظل تصعيد سياسي وإعلامي بين أديس أبابا والقاهرة طبعا، وبعد إعلان أديس أبابا ومقديشو بعد إعلان الأخيرة توقيع اتفاقية عسكرية مع مصر واعتزامها إجراءات مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش المصري في صحراء الصومال. وطلع الحقيقة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد يقول إن اللي هيفكر يهاجمنا هندمره وهنجلب له العار. أثيوبيا دافعت عن نفسها ضد أي من أو ضد من يهدد سيادتها، وسيستمر ذلك، وأي شخص يهدد بلدنا سندمره عسكريا ونجلب له العار. تخيل. كمان أثيوبيا بدأت تاخد خطوات تانية عشان تلغي حصة مصر التاريخية تماما في مية النيل، بأنها قدمت للاتحاد الإفريقي اتفاقية عنتيبي اللي بترفضها مصر والسودان، وقعت عليها 5 دول كان آخرهم جنوب السودان زي ما جاء في الخبر ده. أثيوبيا تسلم اتفاقية عنتيبي للاتحاد الإفريقي تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ. هتقول لي ليه أثيوبيا بتعمل كده دلوقتي والاتفاقية فايدتها ايه؟ الوقت اقول لك انه أبي أحمد زي ما صرح قبل كده انهم هيبنوا سدود جديدة على النيل، واخد خط موازي مع الخط ده وبيقدم الاتفاقية دلوقتي عشان عايز يعمل حاجة اسمها مفوضية حوض النيل ويعيد تقسيم المية من جديد بين الدول. وده مش كلامي ولا هبد، ده اللي قالته صحيفة الشرق الأوسط في الخبر ده. ما خيارات مصر للرد على مساعي أثيوبيا لإنشاء مفوضية حوض النيل؟ أديس أبابا تقدمت بطلب للاتحاد الإفريقي. قدام التصعيد ده من أديس أبابا السيسي مش هيسكت، وأكيد هياخد قرار يرعب بيه أثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي. فعلا أخد قرار قوي شجاع واستنجد بالاتحاد الأوروبي، راح قال لهم شوفوا لي حل في المصيبة دي. خبر أهو في العربي الجديد. مصر تشكو أو أثيوبيا تشكو مصر لمجلس الأمن، والقاهرة تستنجد بالاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي. مش بس كده، كمان طالع يقول في المؤتمر النهاردة مع الرئيس الألماني إننا حاولنا خلال 10 سنين إن احنا نتوصل لاتفاق ملزم، لكن هنعمل إيه؟ أثيوبيا مش موافقة
واحنا ملناش غير النيل هو مصدر الحياة، وما يصحش كده، عيب يا اثيوبيا. خلينا نشوف كده بيقول ايه. اختم كلامي ان احنا تحدثنا ايضا على موضوع مهم جدا احنا بنضع فيه اولوياتنا، هو خاص بملف مياه النيل وتحديدا سد النهضه والتفاوض مع اثيوبيا فيما يخص الوصول الى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد. وبقول ان احنا اكتر من 10 سنوات واحنا يعني بنحاول نصل الى اتفاق طبقا للمعايير والقوانين الدوليه للمياه العابره او الانهار العابره للحدود. وبقول هنا لينا كلنا عشان يبقى واضح ان مصر ليست لديها وسيله اخرى للمياه غير نهر النيل اللي بقاله الاف السنين بيتحرك بلا عوائق. انا لو مسكتك يا سيسي على الجمله دي وحسبتك عليها هتطلع برضو جعر، لان انت اللي قلت قبل كده في عشرات اللقاءات ان احنا بنشتغل على تحليه المياه وان احنا رصدنا فلوس لتحليه المياه، فطلع النهارده تقول ما عندناش غير ميه النيل. ده انا لو قعدت ادور لك على كلامك اللي انا علقت عليه في البرنامج هنا سواء منك او من المسؤولين بتوعك لما قلت احنا بنعمل تحليه مياه، طيب وقلت لك طب ما انت خلاص عايز النيل في ايه؟ النهارده جاي تقول لهم ما عندناش غير النيل؟ بص يا سيسي، احنا ما عندناش حل غير ان احنا نكنس عليك السيده او نعمل لك حاجه يعني. امال فين بقى تاثيرك الشخصي اللي هتمارسه على اثيوبيا؟ فاكر انت اثيوبيا وهتمارس تاسيس شخصي عليها وهتسحر لها؟ اهو الخبر، اهو هات الخبر، هات الخبر. سد النهضه في مدى مصر، سد النهضة قصة مقتصرة للوصول إلى وضع كارثي في 10 سنين. كل اللي كانوا بيشتغلوا معاك قالوا لك ما توقعش على الاتفاقية دي، ما توقعش، ما تروحش الخرطوم توقع على الاتفاقية دي. أهو أضافت المصادر أو أضاف المصدر أن فايزة أبو النجا مستشار الأمن القومي ومختصين سابقين في المخابرات وفي وزارات الخارجية والدفاع والري أجمعوا على أن التوقيع على اتفاق الخرطوم يمثل قرارا أو إقرارا مصريا بالموافقة على قيام إثيوبيا ببناء السد بدون أي ضمانات أو التزامات، غير أن الجعير قرر أنه سيوقع الاتفاق وأخبر معاونيه أنه سيكون لديه القدرة على إحداث تغيير كبير في الموقف الإثيوبي من خلال استخدام تأثيره الشخصي على المسؤولين الإثيوبيين. فين ده بقى؟ ومش هسألك فين بقى تطمنه، ومش هقول لك فين بقى أنا ضيعتكم قبل كده، مش هقول لك الكلام ده. فين تأثيرك الشخصي؟ نتكلم بقى جد شوية؟ نتكلم جد. أهو مش أنت اللي قلت للناس نفذنا محطات تحلية مياه بتكلفة 100، ده الكلام ده كان في 24 مايو، وقلت لك أنا الكلام ده خطر جدا. خطر جدا. لأنك أنت لما تقول كده أثيوبيا تقول لك طب خلاص هما زعلانين ليه؟ زعلان ليه على المية؟ طالما انت عندك خلاص تحلية مية. خلينا نتكلم بقى بجد شوية. عرفت بقى ان البلاد اللي بتدار بمخ ده، اذا كان في مخ عنده، بمخ واحد، واحد بيدير دولة بنظريات الحاج سعيد. الحاج سعيد تاخد كوبري دشنة ونظرية تقول والله 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 لن اسمح بالضرر لمصر، واحد بيسخر من دراسات الجدوى، واحد عنده عنتريات ملهاش اي دليل، اللي عايز يجرب يجرب، طب عماله السد. البلد اللي تتحكم بعقليه زي دي بتضيع، مش ثوره يناير. البلد اللي تحكم بعقليه واحد جاهل ملوش اي علاقه باي حاجه، ده حتى العسكريه ما بيفهمش فيها، خلاص ده النتيجه. واحد بيقول لك انا دارس مصر بقالي 50 سنه، 50 سنه طلع لا فاهم ولا عارف ولا دارس. ادي السيسي اللي قال لكم انا ما ضيعتكوش قبل كده او ضيع بلد بحالها. بلاش كده. شوفوا الفرق بين السيسي اللي عمال يهبد ويكذب ويحلف بقاله 10 سنين وبين تحركات اثيوبيا، بس اثيوبيا اللي لسه بتلعب ورقه التفاوض وبتلعب بنفس الطريقه الاسرائيلي،
أثيوبيا ماشية بالضبط على المنهج الإسرائيلي، أنا بتهدد هيضربني الحقوني. يعني يا بيه في الوقت اللي أثيوبيا بتاخد فيه كل الخطوات وبتسلك كل الطرق اللي تحافظ بيها على السد النهضة وتثبت للعالم كله إن ده حقها وإن مصر مش متمسكة بحاجة مش من حقها. إحنا هنا لسه بنشتكي وبنبكي وبندور على وسيط يتكلم مع أثيوبيا عشان يخلصنا من المصيبة دي اللي غرزنا فيها السيسي. الفرق بقى بيننا وبين أثيوبيا لخصه الدكتور عصام حجي في البوست ده اللي أنا قلته من يومين، اسمحوا لي أقوله لك تاني بقى. سد النهضة بدون أي حاجة، ده كلام عصام حجي، ده كلام الرئيس عصام حجي بيه عشان بس يقول لك إنه بيقول لك الإجابة ببساطة هو غياب التحرك العلمي والذي أجاده الطرف الآخر عن طريق مجموعات ضغط علمية تنتمي لجامعات كبرى تقوم بإعداد ونشر أبحاث تقدمها للمجتمع الدولي للتقليل من آثار سد النهضة وتوضحها كأنها حلول سحرية لمشكلة مستعصية. ونظرا لأهمية الموضوع ولوجود شبكة علاقات لهذه المجموعات مع رؤساء تحرير عدة دوريات، نجحت هذه الأبحاث في أن تنشر في أكبر المجلات العلمية، ده كلام الرئيس الدكتور عصام حجي، في أن تنشر في أكبر المجلات العلمية، وذلك لاعتماد القائمين عليها على تقديم أنفسهم أنهم اللي بعده يا بيه محايدون يريدون حل سلمي ولا ينتمون لطرفي الصراع. تبين فيما بعد أن أغلب هذه الأبحاث أصحاب شركات استشارية تعمل لصالح مشروع سد النهضة، وانتمائهم لمجموعة ضغط في واشنطن تعمل للدعاية للمشروع. دعمت هذه الأبحاث موقف الجانب الآخر أمام المجتمع الدولي وأثبتت عدم الاحتياج للتوصل إلى أي اتفاق، لأنه باختصار لا توجد آثار أو أي آثار ملموسة. واتباعا تقوم تلك المجموعات بمهاجمة الأبحاث التي تبرز الآثار المباشرة والغير مباشرة للسدود اللي بعده على نهر النيل ومحاولة حذفها من المجلات العلمية حتى لا تؤثر على الدعم الغربي ولا تكون جزء من تاريخ المشروع يمكن الاطلاع عليه في أي مرحلة. وبذلك حينما يقوم المجتمع الدولي بالتحكيم بين الطرفين لا يجد أي أبحاث تشير إلى هذه المخاطر التي تندد بها مصر شفهيا، ويجد فقط الأبحاث المكتوبة بحرفية التي تقدمها مجموعات الضغط التي تقلل من هذه المخاطر. وحرصت مجموعات الضغط المخولة بهذا الدور على استقطاب باحثين وصحفيين من الدول، أيوة أنت وصلتني لفين، من دول مصب حتى تزيد من مصداقيتها أمام الرأي العام العالمي، مقدمة لهم تسهيلات للسفر في منح خارجية وجوائز وكلام فارغ. ده اللي قاله الدكتور عصام حجي يا بيه، مش اللي أنا قلته، ده اللي قاله الدكتور عصام حجي، إن أثيوبيا كانت شغالة بشكل أو بمنهج علمي بينما حضرته كان شغال بمنهج عليا كذا لنبني البيت. النتيجة إيه بقى؟ إن أثيوبيا الحقيقة لا زالت شغالة في الخط ده. الناس علقت على كلام السيسي وقالت له ومين اللي وقع على اتفاق إعلان المبادئ وجاي دلوقتي يشتكي؟ الناس اللي قالت له أهو ومضيت اتفاق ليه لما ده الواضح؟ شوف الناس اللي بتقول، ومين اللي راح وقع اتفاقية المبادئ في 2005؟ الناس كلها اللي قالت الكلام ده مش أنا. وحد قال له حلفوا اليمين ده، حلفوا اليمين ده كمان، حلفوا اليمين ده كمان. ومين اللي مضى في 2015 على العوائق؟ ومين اللي شرع عن العوائق؟ ومين اللي لعب كيلو بامية فرحا بالعوائق؟ ومين اللي حلف أبي أحمد إنه ما هيدور مصر بالعوائق؟ هو مش أنت مضيت الاتفاقية ولا أنت مش بتعرف تقرا وتمضي خلاص؟ شوف الناس كلها الحقيقة يعني عارفة. بص أنا هوريك حاجة
سريعا كده عشان ما نطولش، انت الكلام ده انا حسبتك عليه في البرنامج هنا وقلت لك ده كلام شديد الخطورة. انا هجيب لك بس خبرين من الاخبار عشان اوريك ان اثيوبيا بتشتغل بشكل اسرائيلي علمي. ما احنا اللي ضيعنا عن جهيد عبد الناصر لما قاعد يقول سنرمي باسرائيل البحر واسرائيل تطلع نفسها قدام العالم انها لا حول لها ولا قوه. والله كان كلام غريب قوي. بدل ما تدافع عن حق لا بتعمل نفسك عربجي بتهاجم. نفس القصه في السيسي. قال لك احنا رحنا مضينا البتاع وهنعمل، طب ما انت اللي رحت قلت ان احنا خلاص دخلنا عصر تحليه المياه. وقلت لك في البرنامج ده كلام خطير جدا. بص مصر تدخل عصر تحليه المياه خطه بتكلفه 50 مليار جنيه للوصول لانتاج 2 مليون متر مكعب يوميا، وسبع سنوات من حكم السيسي لمصر ساهمت في الوصول ل 20 ضعف انتاج تحليه المياه. عايز ايه طيب؟ عايز ايه؟ وقلت لك الكلام ده خطر جدا اهو. 20 ادي اللي بعدها 20 مليار متر مكعب سنويا مصر تتوسع بمشروعات تحليه لسد العجز المائي. قلت لك هنا في البرنامج ده الكلام ده خطير جدا لان اثيوبيا هتاخد الكلام ده تقول للعالم طب ما انت عندك ما عندكش مشكله انت حليتها. عايز النيل في ايه؟ ده العيب انك انت تبقى بتتحكم من واحد جعر ضال مضل وللاسف مفيش حد جنبه يقوله الكلام ده خطير. جاي النهارده تشتكي الاتحاد الاوروبي؟ مش انت اللي مضيت؟ مش انت اللي قعدت تقول لهم ما تقلقوش انا ضيعتكم قبل كده؟ مش انت اللي جبت ابي احمد وقلت له احلف بالله؟ مش انت اللي قلت للناس اطمنوا القاده شغالين والحاجات دي؟ مش انت اللي قعدت تقول للمصريين استحموا بليفه ولا بمنديل مبلل اتوضوا بيه وازازه ميه زي دي تكفي في الوضوء؟ مش انت اللي منعت زراعات وعملت حاجات؟ مش انت اللي بطنت الترع وطلع مشروع فاشل؟ مش انت اللي قعدت تقول دخلنا عصر تحليه المياه؟ جاي تشتكي لي النهارده؟ ده الفرق بين اثيوبيا ومصر، ان اثيوبيا اشتغلت بمنهج علمي زي ما قال الدكتور عصام حجي، بينما انت عندك واحد جعر جاهل. انت اللي جبته بقى ولا جابته القوه الثانيه المناوئه لمصر؟